مساء الخير مشاهدينا، وحلقة جديدة من طبيب اليوم من النهار اليوم. أي حد بيعمل أي حاجة ياريت يسيبها ويتابعنا النهاردة. النهاردة حلقتنا خاصة جدا، وهي إزاي ممكن نتحول من شخص حركته صعبة وحالته النفسية سيئة بسبب السمنة لإنسان تاني عايش حياة صحية وبيلبس وبيتحرك زي ما هو عايز. خلونا نعرف النهاردة إزاي نغير حياتنا مع طبيبنا ودكتورنا اللي منورنا النهاردة في طبيب اليوم، دكتور محمد عماد، استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام بمركز نبض. محاورنا النهاردة هتكون عن السمنة طبعا. ايه اكتر الاماكن وازاي الانسان يحس انه مريض سمنة، وايه احدث الجراحات؟ وزي ما اتفقنا قبل كده في هذه الوقفة ان كل طبيب له رؤية وله فكر وله طريقة، هنتكلم كمان عن جراحات شفط الدهون وكيفية تنسيق القوام، ودي حاجات بتهم ناس كتير جدا. مهما قعدنا نتكلم فيها هتلاقي دايما ليها مريدين وليها ناس بتهتم بيها، علشان كده احنا بندعوكم الى هذه الحلقة. منورنا يا دكتور. منور حضرتك ربنا. دكتور، اول حاجه بقى، يعني في سؤال مهم جدا ومش بيطرح كتير فيما يتعلق بهذا الشأن تحديدا، اللي هو السمنه والتنسيق القوام، وهو انه في ناس عندها سمنه لكنها مش باين قوي ان عندها سمنه، مش باين ان وزنها كتير وزايد لكنها بتعاني من مرض السمنه. ازاي الانسان يحس انه عنده سمنه، عنده مشكله ومحتاج انه يتعالج، مش بس الشكل العام يعني؟ طبعا هنا في الاول طبعا لازم نفرق بين نوعين من السمنه. اول حاجه السمنه المفرطه، اللي هي ان احنا جسمنا كله تقيل، اللي هي واضحه، اللي هي واضحه وجسمنا تقيل ووزننا معدي برقم كبير اكتر من وزن المطلوب او الوزن الطبيعي لجسمنا بحوالي 30 40 كيلو، ودي بتبقى مرض، لان ده لازم يتعالج، ولازم ليه طرق كتير وجراحات كتير بتعالج السمنه المفرطه. لكن وفي نوع تاني اللي هو السمنه الموضعيه، او اللي هو تكدس الدهون في مناطق غير مرغوب فيها، بالذات مثلا في منطقة بطننا وظهرنا ورجلينا وايدينا، يعني تكلس دهون بشكل غير طبيعي في مناطق طبيعية، وفي نفس التوقيت هيخلي الكيرفات بتاع جسمنا مفقودة، هيخلي المناطق وسطنا مش ظاهر، هتلاقي ان في مطبات ومناطق عالية وواطية بتخلي جسمنا شكله مش حلو، او تديني ايحاء في النهاية ان انا حتى ان انا نورمال ويت او وزني طبيعي، وفي نفس الوقت مش واخد جسمي مش مديني الشكل اللي انا وزني طبيعي فيه. طيب، يعني معنى كده انه لو الحد مثلا يحس ان هو ما عندوش ويست، الكيرفات بتاعت جسمه اللي هي الايديال، الشكل الطبيعي الموجود بالنسبة لاي بني ادم، مش موجودة، حتى لو هو وزنه مش تخين ومش تقيل قوي، يبقى معنى كده انه برضو بيعاني من السمنة، حتى لو كانت سمنة موضعية في اماكن معينة، ولازم يتعالج. ده اكيد، مش بس عشان يعني يجمل شكله، لا، ده لازم علاج. ده اكيد، علشان السمنة بتسبب الكثير والكثير من الامراض. هو زي ما بقول حضرتك، اللي هو الهدف بالنسبه لنا هنا ان احنا نوصل بالشكل، او التارجت بتاعنا الرئيسي كاطباء جراحه التجميل، ان احنا نوصل بالشكل ده، نرجع الكيرفات دي لوضعها الطبيعي، نتخلص من المناطق اللي فيها مطبات او حتت عاليه وحتت واطيه، نتخلص المطبات دي يا دكتور، نتخلص من الحتت اللي هي فيها تكتل دهون بشكل زايد ومدينا ايحاء ان انا وزني غير طبيعي. كل ده بنقدر ان احنا نحله بحاجه صغيره قوي، بسيشن صغننه جدا، نقدر ان احنا نتخلص من الدهون ديت بفتحات صغيره قوي، بدون ما نسبب للمريض اي حاجه، وبدون ما وبيرجع لحياته الطبيعيه خلال فتره صغيره. فتحات صغيره ازاي حضرتك؟ فصل لنا شويه. تقصد ايه؟ نقصد هنا عمليات نحت القوام او شفط يعني هي الدهون. بتبقى عمليه برضو؟ هي عمليه، بس احنا تحت مسمى عمليه، تحت مسمى عمليه، بس خلي بال حضرتك ان احنا بالنسبه لنا هي مش عمليه. ليه؟ لان احنا جسمنا عباره عن طبقات مختلفه، طبقه الجلد الخارجيه الكفر الخارجي اللي بيغطي جسمنا من بره، وبعديه تحتيه مباشره في طبقات من الدهون متتاليه، وبعدين تحتيه طبقه العضلات دي اللي بتكون الكفر الحقيقي لجسمنا. في الحاله دي المنطقه اللي احنا بنشتغل على المنطقه اللي ما بين الجلد وما بين العضلات، فبالتالي هي مش عمليه، لان انا بنشتغل على منطقه سطحيه جدا بدون ما تسبب للمريض اي حاجه، وبيرجع لحياته الطبيعيه بسرعه قوي. فاحنا عشان كده ساعات كتير او نطلق عليها لقب بنج بقى موضعي ولا بنج كلي. طبعا ما دام بتقول مش عمليه بالمعنى، ممكن نشتغلها ببنج موضعي ممكن فعلا. يعني فعليا عشان الناس تبقى مطمنه ومش قلقانه وحاسه ان هي يعني خلاص الامور بقت اسهل. ده حقيقي، احنا التعامل مع هذه الامور بقى بشكل اكثر سهوله.
حقيقي فعلا ان احنا زي ما بقول حضرتك ان احنا كتير قوي من الحالات بنشتغلها تحت تاثير بنج مولاي. 90% من الحالات بنشتغلها وهي صاحيه فعليا، بتبقى مفتحه عينيها او صاحيه طول الفتره اللي احنا بنعمل لها فيها السيشن او العمليه بتاعه شفط اللون. بنفتح فتحات صغيره قوي، يمكن في ثنايا جسمها ما بتبانش اصلا، اكبر فتحه فيهم تقريبا طولها حوالي 4 مللي، بندخل الات رفيعه جدا، نبتدي زي حضرتك بالظبط زي كاني نحات ومسك اله صغيره قوي، وبنبتدي ان احنا نرسم بيها. مش الهدف بالنسبه لنا ان احنا نفضي جسمها من الدهون، لا، احنا الهدف بالنسبه لنا ان احنا نرسمها، ان هو عباره عن فن، ان احنا نرسم ازاي نرسم، نعمل تنسيق للقوام، نعمل تنسيق للقوام، نشيل الحاجات العاليه تنزل لوضعها الطبيعي، الكيرف يرجع لوضعه الطبيعي، شكل جسمها من الخارج يبقى في النهايه مشدود ومرسوم، بحيث ان هي مهما كان وتيجي تلبس تقدر تلبس اي لبس بدون ما تحس ان في مناطق مضايقاها او مناطق عاليه او واطيه بتسبب لها دي كتير قوي، بتمنعها من انها تمارس حاجات كتير قوي في حياتها، وفي نفس الوقت بتخليها تفقد الثقه بنفسها بشكل كبير. اكيد طبعا. لا، يعني هو الفكره كمان انه مساله تنسيق القوام دي، يعني عشان الناس تبقى يعني في الصوره واضحه، الكونسبت مش ان هي هتبقى باربي، يعني مش كل واحده تتخيل ان هي تتحول لباربي، في اجسام يعني هتسمح ليها الامور بان هي تصل الى شكل مثالي في النحت، وفي اجسام تانية تصل الى شكل يعني احسن من اللي هي فيه بشويه حسب الحاله، ولا ايه يا دكتور؟ هو احنا فعليا نقدر يعني نقدر نحولها مهما كانت، نقدر نحولها للشكل اللي احنا عايزينه، بس في نفس التوقيت لازم يبقى شكل متناسق، لان لازم زي ما قلت لحضرتك الموضوع عباره عن فن، ازاي ان احنا نرسمها، ازاي كان انا لو واحده تخينه قوي لا ما لو وعندها الكيرفات بايظه وضايعه قوي، معقول هنحولها مره واحده لباربي مثلا؟ لا، بس خلي بال حضرتك التخينه قوي دي مش هي دي التارجت بتاعنا، او مش هي دي اللي احنا او نوعيه البيشنت اللي احنا بنتكلم عليه. لا، احنا بنتكلم على نوعيه البيشنت اللي هم تقريبا اوفر ويت مثلا، يعني زياده عن وزنهم الطبيعي او وزنهم المثالي مثلا ب 10 15 كيلو، وفي نفس التوقيت ما عندهاش وسطها مش ظاهر، ظهرها في تكتل دهون بشكل غير طبيعي، بطنها فيها دهون غير طبيعيه. نقدر ان هي مع الحالات اللي من النوعيه دي، سواء اللي هم اكتر من وزنهم الطبيعي بحوالي 15 كيلو لحد اللي هو اقل من وزنهم الطبيعي، كتير قوي من الناس حتى الرفيعين اللي هم اقل من الوزن الطبيعي بتلاقي ان هي نازله بلوك كده مع بعض، ومش أيوة. مش منسقه، بتحس ان هي ملهاش وسط، ملهاش الجزء الكيرفي، او ان هي تبقى في بناين شويه او شكلها انثوي اكتر، كل ما يبقى الكيرفز بتاعتها واضحه وصريحه تبتدي ان هي تبقى شكلها في منايل اكتر. وعلى فكره الكلام ده مش بنطبقه على السيدات بس، ده كتير قوي من الرجاله بنقدر نعمل لهم العمليات ديت، ونقدر ان احنا نرجع لهم الاجزاء اللي هي كانت على فكره الرجال بقى في سوق كبير ليهم في هذا الشان، كتير يعني قوي من لا يقل عن السيدات دلوقتي. ده حقيقي، لان العمليه دي عمليه سهله قوي، بيروحوا في نفس اليوم، ما عندناش مشاكل، الريسك نزلناها تقريبا اب تو زيرو، يعني ما عندناش مغامره، هي الموضوع مش مغامره، لا بالعكس احنا بنبقى محضرين للعمليات من النوع ده، احنا بنجريها كل يوم، فبالتالي العمليه نفسها بتبقى الخطوات بتاعتها محفوظه، ومعروف ان احنا هننفذ العيان ده ايه، ونبقى قعدنا معاه مرتين على الاقل قبل العمليه، نقدر نتفاعل مع بعض بحيث ان انا افهم بالظبط هو عاوز يعمل ايه. تمام. طيب احنا معنا تقرير هنعرضه، لكن عن حالة يعني مفاجأة، حالة وصلت لحضرتك واسمها دينا، الحالة دي طبعا يعني قمت بعلاجها وقمت معها واتبعت بخطوات معينة في علاجها. قبل ما نعرض التقرير كلمنا عن هذه الحالة، شخصتها ازاي، وبعد كده هنشوف التقرير. طبعا الحالة دي دينا كانت من الحالات اللي هي ريزيستنت شوية، مارست نوع من انواع الرياضة، مش راضية، بتزهق بسرعة، مش قادرة، ما عندهاش ثقة في نفسها بشكل كويس. ابتدينا ان احنا نتعامل معاها، اول حاجة اتكلمت معاها اكتر من مره بحيث ان انا ابقى عارف بالظبط هي عاوزه تعمل ايه، او ايه الشيب اللي هي نفسها تبقى في شكله فيه، وبعدين ابتديت اقترح عليها ايه المناطق اللي هي محتاجه ان هي فعليا تعملها. دخلنا العمليات، ابتدينا طبعا بنعملها العمليه تحت تاثير بنج جزئي، فبالتالي حضرتك هتشوفيها صحيه، يعني هي واعيه وصحيه، واعيه وصحيه فعلا طول خطوات العمليه، لا مش حاسه باي حاجه خالص، قصدي يعني حاسه عندها وعي، بتتكلم عندها مع حضرتك وعي وصحيه وبتتكلم معايا، بس في نفس التوقيت هي مش حاسه احنا بنعمل ايه. مجرد ما خلصنا العمليه بعديها بحوالي 4 ساعات ابتدت تخرج من المستشفى، رجعت لحياتها الطبيعيه خلال فتره صغيره جدا. هتلاقي حضرتك هتشوفي التاثير النفسي اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه كتير، قد ايه نفسيتها اتغيرت، وقد ايه ثقتها بنفسها ارتفعت بشكل كبير، نظرتها للحياه اختلفت، بقت عضو فعال جدا في المجتمع، هتشوفيها حضرتك في التقرير. طيب يلا بينا نشوف التقرير وبعد كده نكمل كلامنا. شوف التقرير.
انا اسمي دينا، عندي 24 سنه، عندي مشكله بعاني منها طول عمري، منطقه البطن والاجناب. دخلت للدكتور قال لي ان انا هعمل عمليه شفط من منطقه البطن والاجناب. كنت متردده جدا وكنت خايفه قوي لان انا بخاف من اصلا من العمليات، فطبعا من كلامه اقنعني. ان شاء الله قررت اعمل العمليه واشوفكم بعد العمليه. عملت العمليه، الاماكن اللي كانت مضايقاني شبه راحت. بدات ان انا البس اي لبس انا عايزاه، ما بقاش في اي عقبات في لبسي، وبقى في ثقه في نفسي اكتر، وبقيت مبسوطه جدا. دكتور حقيقة دي دينا؟ هي دي دينا، متأكد يا دكتور؟ الحقيقة المفاجأة مش بس ليا، أكيد للناس اللي شايفين التقرير حصل لهم مفاجأة، لأنه فرق كبير جدا والنتيجة رائعة وهايلة. هقول لك إيه، فقط التوقعات. طيب نتكلم عن خطوات العلاج بقى. طبعا دينا أول يوم جت قلقانة من العملية، طبعا سمعت كلام كتير قوي على موضوع جراحات التجميل أو عملية شفط الدهون، وأكيد الناس كلها عندها تخوف كتير قوي من الموضوع. العمليات ديت عملية بسيطة زي ما قلت لحضرتك، بتتم بإجراء بسيط جدا بدون أي مشاكل، طالما إن بيقوم بيها متخصصين في النوعية دي من العمليات. الجزئية التانية طبعا قعدت معاها أكتر من مرة، يمكن المرة الأخيرة بنقعد نرسم بالظبط إحنا محتاجين نشيل منين وإزاي، وبتناقش معاها طول ما إحنا بنرسم ونحدد بالظبط بالقلم ازاي ان احنا هنشيل من المناطق دي والمناطق دي لا، وازاي ان هي جسمها هيبقى شكله عامل ازاي بعد العمليه، وهي بتفضل انهي نوع من انواع الاجسام المختلفه اللي ممكن ان احنا نقربها شويه ليها بعد العمليه. بتبقى يعني لحظه، هي بتسالها بتفضل ايه الجسم اللي تبقى يعني تتقرب ليه في شكله، يعني مثلا حقيقي. يعني لو واحده عايزه مثلا هيفاء وهبي ولا عايزه لا، هي مش للدرجات دي، بس احنا بنبتدي ان احنا نقول مثلا هل بتحبي مثلا ان منطقه مثلا الوسط تبقى داخله لجوه قوي، هل تحبي ان مثلا ان منطقه المؤخره تبقى عاليه شويه، هل تحبي ان هي تنزل شويه، هل تحبي ان ظهرك من فوق يبقى هو ماشي مع ظهرها من تحت، ولا هو ظهرها من فوق عاوزه ان هو يبقى عالي عريض من فوق شويه. بتبتدي نتناقش من المناقشات الكتير، وبتعرف عليها اكتر، وبتعرف على طريقه تفكيرها وطريقه لبسها وهتعمل ايه وحياتها ماشيه ازاي، بتشتغل ازاي، ايه طبيعه حياتها وتمارسها ازاي. كل ده بتدخل تفاصيل صغيره كتير قوي بتتدخل مع بعضها عشان تؤدي في النهايه ان احنا نوصل للمنظر اللي حضرتك شايفاه دوت، اللي هو قدرنا ازاي نقدر ان احنا نشيل من المناطق اللي هي مضايقاها ومخليها ما عندهاش ثقه بنفسها. لو حضرتك بصيتي على وشها هتحسي قد ايه هي واثقه من نفسها بعد العمليه، وقد ايه هي واقفه عندها شعور بان هي انسان جديد. بقت انسان جديد. كتير قوي من الناس اللي بتجي لنا بتعتبر ان الزياره او العمليه دي ده كده اول يوم في حياتي الجديده، حياتي القديمه خلاص خلصت بشكلها بفشلها في نفسي ان انا اتحولت للمنظر دوت، وانا هبتدي بقى حياه جديده بوضع جديد بشكل جديد بتفكير جديد بلبس جديد برؤيه جديده للمجتمع ليا حتى كمان. طب دكتور ايه التعليمات اللي ممكن تقولها قبل اجراء هذه العمليه ويجب انه المريض يلتزم بيها، وبعد اجراء العمليه اكيد بيبقى في تعليمات بقى وارشادات هو يعني قبل العمليه هي مجرد بس ان هي طبعا بنعملها تحاليل كامله ونطمن على حاله جسمها بشكل عام، لان زي ما قلت لحضرتك احنا ما عندناش مفاجات، فبالتالي لازم اطمن عليها بشكل كامل واطمن على الاجهزه الحيويه بتاعتها بشكل كامل، واطمن ان هي كل جسمها بيعمل بشكل طبيعي تماما بدون اي مشاكل. الحاجه الثانيه ان هي لازم تشرب سوائل كتير قبل العمليه عشان نبقى جاهزه بعد العمليه ما يحصلهاش اي مشاكل. بعد العمليه مباشره وهي على سرير العمليات بنبتدي ان احنا نلبسها نوع من انواع الكرسيات الضغطه الطبيه من نوع معين، بحيث ان هي تضغط على جسمها عشان تمنع وتقلل الورم شويه اللي بيحصل بعد العمليه. وكل التعليمات بالنسبه لها اللي هي بتبقى بعد العمليه عباره عن ان هي برضه تشرب سوائل كتير وتاخد فاكهه كتير، بتمشي على دايت؟
مش دايت، هو حاجة ان هي بس تنظم موضوع اكلها. يعني احنا مش الهدف ان زي ما قلت حضرتك انه مش الهدف ان احنا ننزل وزنها، لا ده الهدف ان احنا نغير شكلها. النظام الغذائي اللي هي بتمشي عليه بيبقى هو ليه اولوية اكتر لتغذية الجلد بتاعها عشان يتفرد عليها بشكل طبيعي بدون ما يسبب لها اي مشكلة وبدون ما يكون عندها ترهل، لان حضرتك النتيجة ديت بتبقى طبعا بدون بعملية صغيرة قوي، فتحات صغيرة بدون ما نتعامل مع الجلد نهائيا. فبالتالي لازم ادي فرصه ان الجلد نفسه يتشد على جسمها بشكل طبيعي. الجلد ده بيتشد عن طريق ان احنا نغذيه، الغذاء بتاعه عباره عن ميه، فاكهه وخضار، حاجات زي كده، بحيث ان ان الجلد نفسه يتشد بدون اي مشاكل خالص. طيب في احتمال انه ترجع تاني دينا او الحالات المشابهه لدينا ترجع تزيد تاني، ولو مثلا لخبطت في الاكل، لو عاشت حياتها مثلا بدون كنترول، في انها ترجع مره ثانيه؟ هقول لحضرتك، هي طبعا هي الفكره نفسها ان هي تتخن تاني. المفروض ان احنا بنحط ريزيستنت في دماغهم كلهم ان هو الفكره نفسها غير وارده في دماغنا اصلا. يعني فكره ان انا اتخن تاني دي حاجه غير وارده اصلا، وبالتالي هي المفروض ان هي ما تفكرش فيها. الحاجه الثانيه، احنا بنعتمد على قاعده علميه مشهوره جدا ان عدد الخلايا في جسمنا عدد ثابت، طالما ان احنا قريبين من الوزن الطبيعي فعدد الخلايا الدهنيه في جسمنا عدد ثابت. فبالتالي خزن الدهون في جسمنا عددها ثابت. طب احنا الفرق ما بين الناس الرفيعين والناس التخان ايه؟ ان الخلايا الدهنيه لوحدها هي حجمها بيتغير لما احنا بنتخن، فبالتالي الخليه نفسها بتتنفخ وبتتملي دهون، وبعد كده لما احنا ده واحنا تخان لما بنخس الخليه نفسها حجمها بيصغر وتفضى خالص، فبتقدر ان هي حجمها بيبقى صغير خالص. لما احنا بنيجي نعمل عمليه الشفط بنخرج عدد من الخلايا بره، فبالتالي دايما هتلاقي ان المناطق اللي احنا شفطنا منها الدهون من المستحيل او من الصعب جدا ان هي ترجع تتخن تاني، الا لو ان وزنها زاد مثلا في حدود 30 40 كيلو بعد العمليه. ودي حاجه زي ما قلت لحضرتك هي حاجه غير قابله للتفكير، او ما ينفعش اي مريض جاي بيبتدي حياه جديده وعاوز يبقى ليه شيب جديد وليه وضع جديد يفكر اصلا ان ازاي ان انا اتخن فيما بعد العمليه. حاجه غير واقعيه خالص وغير وارده بعد كل المجهود ده وبعد كل التعب ده. صعب قوي ان هو يفكر تاني وان هو يرجع لحياته القديمه، لان هو ممكن يكون نجح على المستوى العملي بشكل كبير بس فشل على المستوى الشخصي. مظبوط. لما فشل في نفسه ما قدرش ان هو يوصل نفسه للوضع اللي هو نفسه فيه. على فكره احنا من خلال وقفاتنا الطبيه في طبيب اليوم باختلاف حتى عدد الضيوف اللي بيكونوا معانا، احنا حريصين ان احنا نوجه رسائل مهمه جدا للساده المشاهدين، مش بس بنعرض لهم انه الإصرار لازم الإنسان يبقى قدامه هدف، والصبر والمثابرة ولازم يعني لازم يفضل ورا الهدف ولازم يصر على الوصول إليه. فده مهم قوي إن احنا نوجه الرسالة ديت. يعني هو ممكن أنا أزود حضرتك على حاجة حضرتك طبعًا. ان كتير او بقول لكل المرضى بتوعي وبقول لكل العيانين او كل البيشنتس اللي بتجي لنا ان هو التغيير عمره ما بيبقى مشاكلهم من بره، عمره ما بيبقى مشاكلهم من بره، هو التغيير دايما بيجي من دماغهم. يعني قد ايه ان احنا عاوزين او عندنا الرغبه الرهيبه ان احنا نتغير، عاوز اتحول لانسان تاني، عاوز اتغير بشكل تاني، دايما التغيير بيبتدي من دماغنا وبيبتدي ان هو ده اللي بيدفعنا لقدام ونتغير. احنا بنعمل لهم حبه رتوش شويه، بنغير في شكلهم من بره شويه، لكن التغيير الحقيقي هو موجود في دماغهم. اكيد. طيب عايز اعرف بس وصلت النتيجه دي في فتره قد ايه تقريبا؟ بصي هو طبعا الحالات الدمويه يمكن حالات يعني ايديال قوي، يعني بتم بسبب ان احنا بنبقى قريبين منها جدا وبسبب ان هي بتسمع الكلام بشكل يعني حالات مثاليه. فبالتالي بتخف تقريبا في خلال 15 من 10 ل 15 يوم بالكثير. بس في بعض الحالات بتبقى ريزيستنت شويه، بتقعد تقريبا الحاله ده الاقصى للحالات ان هي تقعد شهر بعد العمليه بحيث ان هي توصل لشكلها النهائي. لكن مش معنى كده ان هي مش حست بفرق، طب. لا هي حست بفرق يوم العملية، يعني يوم العملية نفسه بمجرد خروجها من باب العمليات هي شافت الفرق على جسمها قد ايه ان هو اتغير وقد ايه هي اتحولت لواحدة تانية خالص. طبعا. طيب الحقيقة احنا معنا تقرير دلوقتي عن احدث الحالات اللي وصلت لمركز نبض، وهي حالة ندى. مش هنتكلم ولا كلمة ولا هنعلق غير بعد التقرير، تابعونا. ندى بشتغل في مجال التمثيل، وبرغم ان عندي الموهبه لكن للاسف ادوار كتير ما كانش ليا الحظ فيها بسبب ان المخرجين بيرفضوني عشان جسمي ووزني اللي عامل لي مشكله كبيره في شغلي.
عملت دايت كتير؟ لعبت رياضة؟ رحت الجيم؟ كل مرة كنت بحس بالإحباط وباكل أكتر. لحد ما سمعت عن عمليات شفط الدهون، سألت عن أحسن المراكز اللي بتعمل النوع ده من العمليات، نصحوني بمركز نبض، وهو من أحسن المراكز اللي بتعمل العملية دي. رحت فعلا وقابلت الدكتور وطمني على النتيجة، وقال لي إن العملية أمان جدا ومفيش أي خطورة. أنا أخدت القرار هدخل العمليات وأشوفكم بعد العملية. عملت العملية ووصلت للجسم اللي كنت بحلم بيه، وهقدر اقف قدام اي كاميرا وانا واثقة في نفسي، وان شاء الله انا داخلة اول فيلم ليا بعد اسبوع وهحقق حلمي. شكرا لمركز نبض اللي خلاني احقق حلمي. ندى دلوقتي هي اللي هترفض المخرجين وهتقعد وتتشرط، والسيناريوهات هتبقى قدامها ايه؟ حياتها بتتغير. ما هو ده التغيير اللي احنا بنتكلم عليه، قد ايه رتوش بسيطة بنقدر ان احنا نعملها في خلال فترة صغيرة جدا، مهما كانت حتى لو طولت شوية، بس في النهاية التغيير ضخم جدا. زي كتير او من العينين بلاحظ، تلاقي اول يوم جم، تلاقي مثلا لما بيوروني صورهم او حاجة تلاقيهم دايما متصورين اخر واحدة في الصورة مختفيه ورا الناس، لكن بعد العمليه اللي هي اول واحده واقفه قدام الناس، واقفه واثقه من نفسها وعارفه كويس ان هي اتغيرت. فهتلاقي ان قد ايه التغيير مهم، وقد ايه التغيير بيفرق في نفسيتها بشكل كبير، وتحول الانسان من وضع ان هو كان يائس من نفسه ويائس من حياته، لان هو بقى واثق من نفسه وبقى عضو فعال جدا. يعني هو يعني كان في التقرير يعني مكتوب بعد 10 ايام ظهرت هذه النتيجه، وده دي فتره هايله. ده اكيد يعني فتره يعني تعتبر قصيره جدا انه تظهر بهذا الشكل النهائي ندى. وكان كمان العمليه وهي مستيقظه، ما كانتش نايمه ولا حاجه، كانتش نايمه، لا كانت صاحيه. يعني احنا بنمارس العمليه ديت او بنعملها لها بشكل كامل وهي صاحيه تماما. بتعملها بين جزئي مش بين كلي، بنقدر ان احنا نتعامل معاها بشكل عادي خالص بدون ما تحس باي وجع، بدون ما اي مشاكل. تمام. طيب انا بس عايزه في دقيقه اللي فاضله على نهايه هذا اللقاء الجميل جدا والمثير اتكلم عن حقن الميزوثيرابي. في ناس يعني ايه مش محتاجين اكتر من انه البطن تنزل ومش عايزين يعملوا عمليات حتى لو ببنج موضعي، وبيستسهلوا دلوقتي يقولوا لك اخد حقنتين ميزوثيرابي هتنزل لي هذا الجزء مثلا من البطن. ايه بقى تفاصيل الموضوع دوت سريعا كده؟ هو الميزوثيرابي ده عباره عن حقن بتساعد شويه على على اذابه الدهون في المناطق الموضعيه اللي احنا بنحن فيها. بس هي طبعا بتساعد على اذابه الدهون في لاير معينه، يعني في ارتفاع بسيط قوي من تحت الجلد مباشره. بتنفع بالذات قوي مثلا مع الناس مثلا اللي عندها دهون زياده مثلا في منطقه الرقبه، في منطقه دراعها، اللي عنده لغد ممكن تنفع. ممكن مثلا تنفع مثلا مع الناس اللي عندها دهون زياده نازله تحت هنا، او اللي هي دهون بسيطه في بطنهم. لكن مع الناس اللي هم زي ندى او زي دينا هتلاقي ان هي لا ما تنفعش معاها ان احنا نعمل لها ميزوثيرابي. بالتالي لان لازم
لان اللي الميز ثيرابي بتقدمه ان هي بدون جروح وبدون عمليه بنعملها جوه الكلينك بدون اي مشاكل خالص، لكن هل هتديني النتيجه النهائيه اللي انا بحلم بيها؟ صعب شويه، وهنحتاج يمكن تقريبا اكتر مثلا من 10 ل 12 جلسه عشان نوعا ما 10 او 12 جلسه عشان نوعا ما تبتدي ان هي تحس بفرق او تحس ان القياسات بتاعتها ابتدت تتغير. طيب يبقى احنا بنقول يا جماعه حقن الميزو دي بتستخدم للناس اللي عندهم تغيير بسيط قوي وعايزين نتيجه يعني خفيفه جدا في البطن او في الرقبه او في كده، انما التغيير الكامل السريع ما بينفعش ابدا مع حقن الميزوثيرابي، علشان ده الحقيقه سؤال كان بيراود ناس كتير قوي حابين ان هم يسالوه. نورتنا يا دكتور، احنا بنشكرك جدا. دكتور محمد عماد استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام بمركز نبض، شكرا نورتنا، وان شاء الله في وقفات طبيه قادمه هتكون مع دكتور محمد عماد. ما تروحوش اي مكان لانه عندنا فقره طبيه تانية، تابعونا، الى اللقاء.